يا رب. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني إن شاء الله نبدأ أول شيء بتعليق، يعني طل علينا أبيخاي أدرعي وهو الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي ببيان يخاطب فيه إخوتنا في غزة ويطالبهم بالكف عما يقوموا فيه بأيام الجمعة. مش هذا الموضوع اللي بيعنينا، ولكن ما يعنينا انه في بيانه اللي هو تكلم فيه استشهد بآيات قرآنية، وهذا الذي يعنينا. يعني احنا نقول له توقف عن استخدام آيات القرآن في غير موقعها، يعني نقرأ الآية القرآنية اللي هو استشهد فيها ويطالبهم بالكف عما يقوموا فيه. يعني هو قرأ من سورة البقرة الآية رقم 27 ويقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يعني هو يعني كان تركيزه على الإفساد في الأرض، إنه هم اللي بيقوموا فيه شو هو إفساد في الأرض، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن هذه الآية القرآنية التي استخدمها في بيانه، وكان إخواني يعني العلم حامل مسبحة حبتها كبيرة وعماله بيسبح فيها قدام المشاهدين، وهو من الدين براء كما نعلم. يعني إذا كانت بحبة بالكبر الحبة نقدر نكبرها إحنا كمان الحبة، مش مشكلة، ولكن الشغلة مش بكبر حبة المسبحة، ولكن فيما وقر في القلب. يعني نتوقف عن هذه الآية القرآنية، وهي آية من عظام الآيات القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم، نتدبرها وننظر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية القرآنية جاءت بعد ما الله سبحانه وتعالى تكلم عن أهل الإيمان وتكلم عن أهل الكفر وتكلم عن صفات أهل الكفر جميعها، وضرب لنا المثل الأول في أول أمثال القرآن الكريم، ثم تكلم سبحانه وتعالى عن المطالب الشرعية الرئيسية والأساسية وبشر أهل الجنة بالجنة، ثم تكلم عن الخلق عز وجل وضرب مثل البعوضة. ولما ضرب مثل البعوضة الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نظر الناس للخلق فيقول: فأما الذين آمنوا، ابتدى في أهل الإيمان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا، يعني الشق الثاني من الناس، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن شقين من الناس، المؤمنين والكفار، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ والله سبحانه وتعالى يضع القاعدة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم يبدأ سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الذين يكفروا بآيات الله وخلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أضلهم لأنهم أصلا فاسقين، فسقوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. يقول عنهم هؤلاء الذين، يعني هؤلاء الفاسقين، شو مالهم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ثلاث أهم صفات، أولئك هم الخاسرون. هذه النتيجة القرآن. الإخواني، حتى نفهم هذه الآية القرآنية نعود ونتكلم ونقول كيف تكلم سبحانه وتعالى عن الجماعات داخل القرآن الكريم. نعلم أنه سبحانه وتعالى تكلم عن الناس بأحد أسلوبين، إما أنه يذكر سبحانه وتعالى الجماعة بأسمها، أو يذكرها كمجموعة يعني بصفتها، فيذكرها سبحانه وتعالى إما بالصفات أو بالأسماء. فإن كانت بالأسماء صارت مجموعة معروفة، مجموعة معروفة، ولما يتكلم عن مجموعة معروفة تكون الصفة غالبة في هذا المجموعة. يعني لما يقول على سبيل المثال يا بني إسرائيل، في إيش بذكرها؟ بأسمها معروفة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، بمعنى أنها نسيت النعم. فنقول إنه أكثر بني إسرائيل نسيت النعم، ولا نقول كل بني إسرائيل. يعني المجموعة حتى لو ذكرت بأسمها تؤخذ على إيش؟ على الغالبية. ويؤخذ معها أيضا إن هناك من هم مثل بني إسرائيل أيضا نسوا نعم الله سبحانه وتعالى. فلما نقول يا بني إسرائيل معناها معظم بني إسرائيل، وهناك جزء من باقي الناس تشبه بني إسرائيل في هذه الصفة، نضمها ضمن هذه المجموعة. هيك معناها يا إخواني، عشان نبقى فاهمين اللفظ أو الخطاب القرآني كيف يخاطب سبحانه وتعالى الجماعات داخل القرآن الكريم. فلما يقول سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، معناه معظم بني إسرائيل، وهناك أيضا من يشبه بني إسرائيل نسيت نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب الأولاني، أن يتكلم سبحانه وتعالى مع المجموعة بأسمها. أما الخطاب أو الأسلوب الثاني كما تكلمنا، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم مع مجموعة بصفتها. يعني على سبيل المثال في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى يقول المغضوب عليهم. هل المغضوب عليهم مين المقصود منهم؟ من المقصود بالمغضوب عليهم؟ هنا يا إخواني يعني فيها حديث صريح إنه المغضوب عليهم، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أهم اليهود، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ومن غيرهم. هذه فيها حديث صحيح، ولكن دعونا نفترض إنه ما فيها حديث صحيح، وإن المغضوب عليهم مجموعة من الناس ذكرت بإيش؟ بصفتها في القرآن الكريم. وشو مهمتنا هلأ من داخل القرآن الكريم؟ إنه نعرف من هم المقصود لما الله سبحانه وتعالى يقول المغضوب عليهم. كيف أنا بدي أعرف؟ شو الأسلوب اللي أنا بستخدمه حتى أني أفهم من هم المقصودين بالمغضوب عليهم من داخل القرآن الكريم؟ وماذا علي أن أنا أعرف، أن أنا أعمل، كيف أتصرف حتى أني أعرف هذه المجموعة بأسمها؟ فمنقول حتى أني أنا أعرف مجموعة معينة ذكرت بصفتها، شو بسوي؟ هأخذ الصفة. أول شيء بأخذ الصفة، شو بأخذ؟ الصفة. هلا هاي الصفة أخرج كل الآيات القرآنية التي احتوت على هذه الصفة. يعني برجع على مصحف مفهرس على سبيل المثال وبقول إني أنا بدي أظهر كل الآيات القرآنية التي تتكلم عن الغضب، لأنه المغضوب عليهم بدنا نقول المغضوب عليهم. فأخرج هذه الآيات القرآنية، ثم أقوم بمراجعة هذه الآيات القرآنية حتى إني أنا أخرج منها من هم الذين غضب عليهم سبحانه وتعالى داخل القرآن الكريم. فشو بصير في عندي؟ بصير في عندي تصور انه في عندي مجموعات من الناس الله سبحانه وتعالى غضب عليهم لأسباب. فعلى سبيل المثال بأخذ اي مجموعة الله سبحانه وتعالى غضب عليها، هلا شو بسوي؟ المرحلة الثانية اخوان، يعني زيادة في الفهم، اخرج كل صفة ترافقت مع صفة الغضب اللي جاءت في هذه الآية. يعني مثلا على سبيل المثال جاءت صفة الغضب مع صفة إيش على سبيل المثال؟ الإجرام مثلا على سبيل المثال. فبقول إنه في هاي الحالة شو بدي أسوي؟ أعرف مين هم المجموعات اللي الله سبحانه وتعالى تكلم عنهم إنهم مجرمين. فبسوي كمان العملية نفسها، فبأخذ الصفة الرئيسية وبخرج الآيات، ومع كل صفة بأخذ الصفات الفرعية، ومع كل صفة فرعية شو بخرج؟ الآيات. شو بصير في عندي إخوان؟ بصير في عندي بهاي الحالة مجموعات من الناس بأسمائها. شو بعمل هلأ؟
بخرج أو بوزن مين أكثر مجموعة من الناس توافقت مع هاي الصفة، شو بصير في عندي تصور من هم المغضوب عليهم. وهذا إخواني في حد ذاته بحث عظيم جدا، إن أنا أتعلم عن الجماعات والمجموعات داخل القرآن الكريم. الإخواني إن قمنا بهذه المهمة نصل إنه في مثلا في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى أول ما علمنا في سورة الفاتحة تكلم عن ثلاث مجموعات من الناس، شو هم؟ أهل الهداية، وهون بقدر أنا مثلا أولئك هم المهتدون أعرف مين هم من الآيات القرآنية حتى نخرج مين هم أصحاب الهداية. ومفهوم إخواني أنه أهل الهداية هم أهل الجنة اللي أسلموا أنفسهم مع أنبيائهم على مر الزمن، من زمن سيدنا آدم إلى زمن سيدنا محمد ولآخر الزمن، اللي أسلموا أنفسهم لا أنبيائهم هم المسلمين، وإن شاء الله هدول أهل الهداية. وبأخذ المجموعة الثانية في سورة الفاتحة منهم المغضوب عليهم، والمجموعة الثالثة منهم الضالين. كخلاصة إخواني منعرف من سورة الفاتحة إنه المغضوب عليهم منهم اليهود، ولكن إخوان أيضا إحقاقا للحق منقول مش إنه كل اليهود مغضوب عليهم، شو منقول يعني من نضع هامش لا إلا الحالات الخاصة، شو منقول معظم اليهود مغضوب عليهم، هيك بناخذ الكلمة المناسبة التي نأخذها حتى تتوافق مع كلام الله سبحانه وتعالى يعني بشكل مطلق، نقول معظم اليهود مغضوب عليهم وبعض من الجماعات الأخرى أيضا مغضوب عليهم. فأقول معظم اليهود وأشباههم هم مغضوب عليهم، هيك بتصير عندي العبارة إن شاء الله أصح ما يمكن. أما الضالين كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم مين؟ أيضا نقول معظم النصارى ضالين وأشباههم أمثالهم، نضمهم إلى نفس المجموعة. فمعناه سورة الفاتحة تتكلم عن المسلمين عن اليهود وعن النصارى، هاي الثلاث مجموعات ندخل لسورة البقرة. في سورة البقرة في أول ست أو خمس آيات من سورة البقرة الله سبحانه يتكلم عن مين؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يتكلم عن أهل الهداية اللي ذكرهم فين؟ في سورة الفاتحة. مش في سورة الفاتحة تكلمنا عن ثلاث مجموعات، أول شيء أهل الهداية اللي هم المسلمين، هلا في سورة البقرة يبدأ يفصل سبحانه وتعالى بصفات أهل الهداية، هدى للمتقين، ويبدأ يذكر صفاتهم لأهل الهداية لا نهاية الآية خمسة. في الآية رقم ستة شو بيبدأ سبحانه وتعالى بحدثنا عن مين؟ إن الذين كفروا، أول شيء عن مين؟ أهل الهداية. هلا عن مين؟ عن الكفار. فكأنه سبحانه وتعالى شو بقول لنا؟ بقول لنا في سورة البقرة إنه المغضوب عليهم والضالين اللي هم اليهود أو معظم اليهود وأشباههم، معظم النصارى وأشباههم، التنتين مع بعضهم أستطيع أن أجمعهم بكلمة واحدة، شو هم؟ الكفار. لأنه في سورة البقرة يعني حولني سبحانه وتعالى من ثلاث جماعات لقديش؟ لمجموعتين. هلا ليش سبحانه وتعالى اول شيء فصل ثلاث مجموعات في سورة الفاتحة بعدين رجعنا لمجموعتين في سورة الفاتحة؟ بيقول لنا سبحانه وتعالى بصورة يعني قوية وواضحة انه الدنيا في اخر الزمان ستكون قائمة على هذه المجموعات الثلاثة، مسلم يهودي نصراني، هدول اللي راح تقوم عليهم احداث الدنيا كلها، يعني كل ما يحدث في آخر الزمان في هذه الدنيا سيكون مرتبط بهذه المجموعات الثلاثة. طبعا المجموعات الثانية موجودة، يعني على سبيل المثال أقول بوذي، أقول عبدة شيطان موجودين، ولكن كنسبة وتناسب في الكمية والمقدار شو منقول؟ إنه أكثر الناس ستكون محصورة في هذه الثلاث مجموعات. مثلا على سبيل المثال نعلم إنه في الدنيا تقريبا 7 مليار بني آدم، أقل قليل ولكن 7 مليار، منهم تقريبا 2 مليار مسلم، ومنهم تقريبا 2 مليار او 3 مليار خلينا نقول نصراني، هاي 4 مليار، يعني ما اكثر من النصف من المسلمين والنصارى. اليهود اخواني على عددهم يعني بنعرف انه فيهم في الدنيا كلها يقدر انه في تقريبا 15-16 مليون يهودي. لما تيجي توزن 15-16 مليون يهودي في الدنيا مقابل 2 مليار مسلم، مقابل 2 مليار نصراني، شو منقول؟ منقول العدد ضئيل جدا،
ولكن لما سبحانه وتعالى يذكر اليهود على ضآلة عددهم في إيش؟ في أهم ثلاث مجموعات من الناس. فكأنه سبحانه وتعالى شو بيقول لنا؟ هدول الخمستاعش 16 مليون يهودي سيكون لهم ثقل في الدنيا بالثقل التانيين، بالثقل 2 مليار بني آدم من المسلمين، أو بالثقل 2 مليار بني آدم من النصارى. من إيش؟ من شدة قوتهم وجمعهم للأموال. لأن سبحانه وتعالى يتكلم عنهم ويقول وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا. فالله سبحانه وتعالى بفهمنا أنه مع هاي الفئة الصغيرة سيكون هناك أموال لربما تزيد عن الأموال الموجودة على مع الأربعة مليار بني آدم اللي احنا نذكرهم أو نتكلم عنهم من المسلمين والنصر. فالله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بيعلمنا الموازين المثاقيل، كيف نوزن مجموعات الناس في الدنيا. هلا في سورة البقرة التفصيل، مع أن البقرة عدد آياتها أكبر بكثير والتفصيل أعم في سورة البقرة، إلا أنه سبحانه وتعالى يعيدنا من ثلاث مجموعات لقديش؟ لمجموعتين. فكأنه بيقول لك ما في مشكلة أنك أنت تفهم الفهم الصحيح أنه ما في فرق ما بين اليهود والنصارى، أنا سأجمعهم في إيش؟ في كلمة واحدة اللي هي إيش؟ الكفار. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هدول أهم صفة فيهم إنهم لن يعودوا عن أفكارهم ولا في أي حال من الأحوال، مهما حاولت يا محمد ومهما حاولت الرسل من قبلك إنه يتعيدهم لجادة الصواب للصراط المستقيم لن يستطيعوا، لأنه هم ماخدين قرار من الابتداء حتى من قبل النزول إلى الأرض إنهم ما يمشوا على الصراط المستقيم، قلوبهم مريضة من الابتداء ولا يريدوا الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. هلا إخواني في نفس الآية رقم 6 إذا بتتذكروا تكلمنا في درس حتى نحن نفحص عن من يتكلم سبحانه وتعالى في قوله إن الذين كفروا، فقلنا إنه بنية الآية تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني جاء الإنذار وجاء الحكم الرباني إنه هؤلاء سواء، يعني هم مقررين قبل الإنذار إنهم ما بدهم يآمنوا. ما يعني عادة إخواني يعني إحنا مننذر بني آدم وبعدين منشوف قراره، ولكن هذا هدول الجماعة مالهم ماخدين قرار قبل بسلف إنهم ما بدهم يآمنوا، يعني هم كفار قبل الإنذار. فسألنا كيف يكونوا كفار قبل الإنذار وإحنا عم نعرف إنه كل الأنبياء والرسل شو جاءوا منذرين، وإنه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أول من أنذر. فإن كانوا كفار قبل الإنذار فمعناهم كفار قبل سيدنا آدم، وكيف كانوا كفار قبل سيدنا آدم؟ فلا بد إنهم كانوا كفار إمتان في السماوات قبل ما ينزلوا للأرض، كفروا برسالة أو بأمر الله سبحانه وتعالى. فبحثنا وقلنا حتى إنه نعرف المقصود من هؤلاء، من هم هؤلاء الكفار المقصودين في أول آيات صبغة الكفار بالكفر وهي في الآية رقم 6 من سورة البقرة. صار سؤالنا كالآتي: من الذي كفر قبل الهبوط إلى الأرض؟ بنعرف إخوان إنه في السماوات في عنا حالتين من الكفر. الحالة الأولانية كانت من إبليس، الله سبحانه وتعالى يقول عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا بنعرف إنه هو كفر في السماوات إبليس. وبنعرف أيضا إنه الذرية لما أخذت من ظهر سيدنا آدم ونثرها سبحانه وتعالى كالذر، نثرها أمامه كالذر، وسألها سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ شو قالت؟ قالت بلى. ولكن قلنا إنه لما قالت بلى كان الأصل إنه إحنا سبحانه وتعالى يدخلنا لفين؟ الجنة. بس سألنا لما لم يدخلنا سبحانه وتعالى إلى الجنة مع إنه كل الذرية قالت بلى؟ فقلنا إنه لابد ولا شك إنه في من الذرية من كذب في كلمة بلى، كذب على الله سبحانه وتعالى وقال بلى كاذبا، والله سبحانه وتعالى لا يأخذ الإجابة باللسان، يأخذها من فين؟ من القلب. عشان هيك إخواني في بعد الآية رقم 6 إذا احنا بنرجع للآية رقم 10 الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض، لأنه الإجابة من فين جاءت؟ من القلب. الله سبحانه وتعالى أخذ الإجابة من القلب وليس من اللسان. في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا، ما قال سبحانه وتعالى بما كانوا يكفرون، شو قال؟ بما كانوا يكذبون، لأنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى لما قالوا بلى. فالله سبحانه وتعالى لأنهم كذبوا على الله ما دخلهم الجنة، لأن الإجابة كانت مش بلى، الإجابة كانت على الحقيقة لا، نحن لا نقبل تدبيرك يا الله. وتدبير الله سبحانه وتعالى أنه يدخلنا الجنة، هذا تدبير الله سبحانه وتعالى. فماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ هل يدخلهم رغما عنهم الجنة وهم قالوا بلى كذبا؟ والله سبحانه وتعالى العادل والكريم والرحمن لا يدخل ولا يجبر إنسان على نعمته. أنا أتقدم لك بالنعمة وبقول لك تفضل، فإن قبلتها كان بها ونعمة، وإلا إن أنا أجبرتك عليها لم أعد كريم، شو صرت لئيم، أجبرتك على هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى لن يجبرنا على هذه النعمة، كما تكلمنا في دروسنا يعني في عدة مرات، لن يجبرنا على هذه النعمة. فماذا فعل سبحانه وتعالى؟ قال اهبطوا منها جميعا، يعني اللي قالوا بلى صدقا بدي أنزلكم للدنيا، واللي قالوا بلى كذبا كما بدي أنزلكم للدنيا. ليه؟ ليه؟ لأنه قلنا إخواني إنه يجب على هؤلاء الصادقين أن يشهدوا على كذب الكاذبين. وهذه الآية إخواني تكلمنا فيها في سورة هود، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل من الناس شهود على هؤلاء الكاذبين، الله سبحانه وتعالى جعلهم يشهدوا على كذب هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى أهبطنا إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بذكركم في الآية القرآنية في سورة هود، الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني هؤلاء شو سووا؟ قالوا بلى ولكن شو قالوها؟ كذبا، وهذا افتراء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، يعني الله سبحانه وتعالى شو بده يأخذ عليهم؟ شهود. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هذا اللي الله سبحانه وتعالى قاله. هذه كانت في الآية رقم 18 من سورة هود، الله سبحانه وتعالى جعل على هؤلاء أشهد. فالله سبحانه وتعالى يقول وكذلك، من هم الأشهاد؟ وكذلك جعلناكم، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني على هؤلاء، ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله سبحانه وتعالى يقول يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفكرة بكل بساطة إن الله سبحانه وتعالى نزلنا حتى إنه واحد فينا يشهد على التاني. المهم إخواني إحنا عرفنا إنه في مجموعة من الناس كذبت على الله سبحانه وتعالى. هلا إحنا السؤال كان بدنا نعرف في أول خطاب في سورة البقرة عن الكفار من المقصودين فيهم. هلا لو رجعنا لهذه الآية القرآنية التي تتكلم عن هؤلاء لما أخذوا من ظهر سيدنا آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية إخواني، هذه الآيات هي الآية 172-173 من سورة الأعراف. هلا هاي الآيات لو إحنا نظرنا للآية التي تسبقها في الآية رقم 170، الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من هؤلاء؟ نعرف أنه هذا الخطاب لبني إسرائيل، فكأنه سبحانه وتعالى يقول أنه هؤلاء الذين قالوا بلى وقالوها كذبا وأنا نزلت البشرية كلها للدنيا حتى أنهم يشهدوا عليهم، من هم؟ هم بنو إسرائيل، فهذه المجموعة التي كذبت على الله. ولو سألنا لما أنزلهم سبحانه وتعالى إلى الأرض وأنزلنا معهم، الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 174 يفصل لنا
والله سبحانه وتعالى بيقول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عن كذبهم وعن مرض قلوبهم. إلا أنه سبحانه وتعالى بيعطينا القائل شبول إن الذين كفروا، بمعنى كذبوا على الله وقالوا بلى شهدنا، هؤلاء سواء عليهم يا محمد وعليكم يا أنبياء أأنذرتموهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون. أعطانا القائل، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء يعني مختوم على قلوبهم، لن يعودوا عن هذا الكفر. فمعنى علة الهبوط إلى الأرض هم بني إسرائيل، بني إسرائيل اللي أنزلوا لنا واستكانوا سبب في نزولنا إلى الأرض. فمعنى تلاحظوا إخوان، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سورة الفاتحة يتكلم أولا عن المهتدين ثم عن بني إسرائيل عن اليهود، في سورة البقرة يتكلم عن المهتدين ثم يتكلم عن مين؟ أيضا عن اليهود بني إسرائيل. طيب نتقدم في الآيات القرآنية هذه من ناحية مجموعات بصفاتها، طب نسأل طب من ناحية جماعات بأسمائها، أي مجموعة بشرية ذكرت بأسمها داخل القرآن الكريم؟ أولا أول مجموعة بشرية نرجع للآية رقم 40 من سورة البقرة، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أول مجموعة بأسمها وشو بيقول؟ يا بني إسرائيل، طوالي قبل عاد وهود وقوم صالح وقوم لوط وجميع الأقوام اللي ذكرت في القرآن الكريم، أول مجموعة بشرية ذكرت بأسمها صراحة داخل القرآن الكريم من هم؟ بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. فمعناه سواء المجموعة بصفتها في الفاتحة وفي البقرة في أوائل مجموعات شو ذكرت؟ بني إسرائيل أو اليهود، أو بأسمها أيضا ذكرت بني إسرائيل. عشان هيك إخوان منقول إنه هذا بيعطينا تصور مسبق إنه أيضا لما يتكلم سبحانه وتعالى عن صفات الفساد إنما ستكون في حق مين؟ بحق أيضا بني إسرائيل. طلع ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كلها تنطبق على بني إسرائيل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من الذين قال لهم سبحانه وتعالى لا تفسدوا في الأرض؟ في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى ذكرهم صراحة وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض. فمعناه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شو معناه؟ معناه إن بني إسرائيل هم الذين سيفسدوا في الأرض. إلا إن بني إسرائيل زي ما طلعنا في خاي إدرع اليوم أو مبارح في هذه الدعاية اللي حطها على الإنترنت، وشو قال؟ اتهم المسلمين إنهم من المفسدين في الأرض، رمتني بدائها وانسلت. يعني ادعى انه هاي الآية القرآنية التي تتكلم عن الإفساد في الأرض يعني ربطها في مين؟ في هؤلاء. فنقول انه الله سبحانه وتعالى في خطابه بفهمنا وبيعلمنا انه هاي الصفات انما هي ترتبط ببني إسرائيل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني هو بيعتبر حاله مصلح انه احنا المفسدين. ألا إنهم، الله سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيقولنا حتى لو حكى لك هيك، حتى لو سمعت خطابه كان سبحانه وتعالى عمال بواسينا لما نشوف هاي المقاطع من الفيديو، شو بقول لك؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني تيجي تقول له تعال صلي معنا يا ابن خمس مرات في اليوم، بقول لك أنا بكفي بصلي مرة واحدة في الأسبوع، بروح يوم السبت وبصلي وانتهى الموضوع، أو بروح يوم الحد وبصلي وانتهى الموضوع. نقول له تعال صوم لك شهر في رمضان طول السنة، بقول لك بكفي أنا بصوم يوم واحد في السنة بكفيني، وبقول أنا بصومش عن كل شيء عن شغلات معينة. فهم بيعتبروا إنه ديننا وتعاليمها شو بيعتبروها؟ سفاها، نحن ما بنعرف مصلحة حالنا وإنهم اللي بيعرفوا بس مصلحة حالهم. والله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، يعني هلأ أنا بقابل واحد يهودي بقول له يا فلان أنت بتآمن بالله؟ بقول لك طبعا
انا اللي بآمن في الله سبحانه وتعالى، انا اكثر واحد بآمن في الله. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآية رقم 102 عن بني إسرائيل، قالوا واتبعوا، يعني بني إسرائيل، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هم ما بتبعوا القرآن الكريم، فهم لما يخلوا إلى شياطينهم شو بقولهم؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، عمالهم بيضحكوا علينا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والله سبحانه وتعالى بعدها بضرب لنا المثل. هلأ لما نعود الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ هاي الآية القرآنية اللي استشهد فيها الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نرجع للآية 40 كمان مرة إخواني، شوفوا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، يعني العهد مع مين ارتبط؟ مع بني إسرائيل. يعني العهد أساسا إنما أخذ من أجل بني إسرائيل، فمن الذي ينقض العهد؟ ومن هم الذين نقضوا العهد اللي بينهم بين الله سبحانه وتعالى؟ هم بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عن مين هاي؟ عن بني إسرائيل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى شو أمرنا؟ أن نوصل إيش؟ أن نصل هذه الدنيا بالآخرة عبر الصراط المستقيم، أن نجعل كل أعمالنا في الدنيا لقاء وجه الله سبحانه وتعالى حتى أنها توصلنا للجنة. أما هم شو بدهم؟ بدهم الدنيا، ما بدهم الآخرة. فتقطع عندهم هذه الدنيا وتبقى في الدنيا. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وبعدين الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ويفسدون في الأرض. أما إفسادهم في الأرض إخواني، نسأل كم أفسدت بني إسرائيل في الأرض؟ في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يتكلم عن إفسادين، ولكن هذين الإفسادين اللذين يتكلم سبحانه وتعالى فيهم عن بني إسرائيل أنهم أفسدوا في الأرض، إنما فسادين عاليين مرتبطين بعلو، فسادين مرتبطين بعلو. لما سبحانه وتعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن، الواو واو عطف، يعني هذا الفساد مرتبط بإيش؟ ولتعلن علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الفساد أنه مرتبط بعلو، يعني سبحانه وتعالى بقول في مرتين من مجموعة فساد بني إسرائيل كانوا هاتين المرتين الفساد فيهم عالي، وكان لبني إسرائيل كلمة على الأرض المقدسة يعني فيها علم. وهذين الفسادين إخواني تكلمنا عنهم وقلنا أن الفساد الأولاني كان إبان حياة سيدنا سليمان، وكان العلو في هذا الفساد بعد ما موت سيدنا سليمان، انها كفرت سيدنا سليمان وثم تحالفت مع الشياطين. وفي اصفارها اخواني مش احنا اللي بنتكلم، هي بتتكلم عن حالها في سفر الانبياء. شو بقولوا؟ بقولوا بني اسرائيل تتكلم عن نفسها: لم نترك في الارض المقدسة، في الارض، في الارض فين؟ في الارض. الله سبحانه وتعالى شو بقول هون؟ ويفسدون في الارض. هم بقولوا لم نترك في الارض المقدسة شجرة خضراء ولا تركنا تلة مرتفعة إلا وجعلنا فيها نصب، يعني صنم لبعل، إله من أهل آلهة العراق، العراقيين البابليين أو السومريين، لبعل أو عشتروث كمان إله آخر، عبدناه من دون الإله لإغاظة الرب. طلعوا في نفس الجملة ذكروا أربع آلهة: بعل، عشتروث، الإله، الرب. فهذا يدل على إخواني على إيش؟ على فسادهم. هم يتكلموا في نفسهم عن نفسهم. فمعناه لما نقول يفسدون في الأرض، مين اللي اعترف على حاله أنه يفسد في الأرض؟ هم اعترفوا على حالهم أنهم أفسدوا في الأرض.
فضحوا أنفسهم بأنفسهم إنهم هم أفسدوا في الأرض وعبدوا دون الله واتخذوا آلهة وأصنام في الأرض المقدسة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن علوين فسادين. هذا العلو الأولاني، الفساد الأولاني العالي. الفساد الثاني إمتى بده يكون؟ فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الفساد العالي الثاني الأخير، ونعلمه أنه سيكون في آخر الزمن بعد ما الله سبحانه وتعالى يرسل المهدي ويبعث أو يحرر الأعور الدجال، ثم يهبط سيدنا عيسى من السماوات. بالنسبة لهم الأعور الدجال هم بيقولوا عنه المشيح، بيقولوا مشيح بو، وبنادوه دائما أنه تعال يا مشيح، وبيسووا كل الطقوس حتى أنهم يخرجوا ويدعوا أنه هو مين، أنهم بينادوا عيسى وبيستنوا عيسى. وهؤلاء إخواني نعلم أنه هذا ليس بصدق، هذا كذب، لأنه عيسى جاء، ولما علموا أنه عيسى سيجيء وانتظروا عيسى ببشارة إشعياه تقريبا 500 عام، وجاءت العلامة نجمة الميلاد ومرت في السماوات، أمر هيرودس اللي هو كان ملك اليهود في ذلك الوقت في الأرض المقدس المنصب من الدولة البيزنطية، أمر بقتل كل أطفال اليهود في تلك العام. ليه؟ حتى يضمن أنه هو قتل عيسى. يعني هم لا ينتظروا عيسى، ينتظروا صورة سلبية من عيسى اللي هي الأعور الدجال. فيكون إخواني إفسادهم العالي الثاني باتباع هذا الأعور الدجال. فإن جاء الأعور الدجال واتبعوه وألهوه وجعلوه إله من دون الله، من دون الرب، وطالبوه بمحاربة الله عز وجل، شو كان هذا؟ الفساد العالي الثاني اللي بيستحقوا عليه عقاب رباني. لما يقول سبحانه وتعالى يفسدون في الأرض، فمن المقصود بيفسدون في الأرض؟ هم بني إسرائيل. فمعناه الصفات الثلاثة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه تنطبق عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل تنطبق عليهم، ويفسدون في الأرض تنطبق عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول أولئك هم الخاسرون، لأنهم يعني حتى لو فرضنا إخواني كسبوا الدنيا، من ولاية الدنيا مالها محمل عليهم، يحملوها هي واللي فيها ياخدوها، مش فارقة عنا. هاي الدنيا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام جنة الكافر، إذا هذه جنتك اتهنى فيها وعيشها وسوي فيها اللي بدك إياها، واقضي ما أنت قاد في هذه الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وسمالنا إياها سبحانه وتعالى دنيا من الدنو والدناءة، فليست لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولو كانت تسوى ما سقى فيها دابة سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وتعالى علمنا وللآخرة خير لك وأبقى. إحنا نظرنا إلى الآخرة وهمنا في الآخرة، وما يهمنا الجنة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. وحدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام لقاب قوس أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. وهذه الدنيا سجن المؤمن، المؤمن فيها مسجون وحريته إن شاء الله. يعني يوم يفرج عنه، إمتى يفرج عنه؟ لما نخرج من هذا السجن، لما تفتح لنا باب هذه الدنيا، يعني لما نموت نخرج من السجن. وفين نتحرر؟ فين نسير؟ في جنات العلا عند الله سبحانه وتعالى. فنحن مسجونون في هذه الدنيا، مأسورون في هذه الدنيا، وخروجنا من هذه الدنيا هو الفرج، هو الفرج. إلا أنه إخواني في وجودنا في هذه الدنيا لا نعترض على حكم الله، ولا نتبرم، ولا نشتكي، ونقول الحمد لله، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول الحمد لله رب العالمين على ما آتانا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، نرضى ما فيها وننفذ أمر الله في كل لحظة وفي كل حين. هذا حالنا في هذه الدنيا، مع أنه هذه الدنيا سجن. والله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حريتنا عند لقاء الله سبحانه وتعالى، وخروجنا من هذه الدنيا بإذن الله عز وجل. عشان هيك نقول لهؤلاء إن كنتم فرحانين في هذه الدنيا سووا اللي بدكم فيها، ولكن إحنا نحزن أن نراكم يوم القيامة تعذبوا في نار جهنم. والله سبحانه وتعالى يقول ما أصبرهم على النار، كيف يصبروا على عذاب نار جهنم؟ ما أصبرهم على النار. هذه النار إخواني التي لو خرجت منها شرارة واحدة وحطت على الأرض لأحرقتها عن بكرة أبيها، كيف يصبروا على نار جهنم؟
لا نعلم لا. يعني كيف لهم القدرة أن يتفكروا إنهم ممكن يعذبوا وهم يعلموا علم اليقين أن العذاب آتي وسيأتي عليهم، ولكن بتأملوا من شدة رحمة الله إنه بعد ما يعذبهم إنه يرأى فيهم ويخرجهم من نار جهنم، ولكن نقول هيهات 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 هيهات. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إن وجودكم في نار جهنم سيكون أبدي سرمدي، ولن تخرجوا من نار جهنم خالدين فيها أبدا. نار جهنم تخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، لن تخرجوا منها ولا بأي حال من الأحوال. عشان هيك اتقوا النار، اتقوا النار. الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه النار أعدت لكم يا من كفرتم بالله سبحانه وتعالى، ستكونون من حصب جهنم من حجارتها التي تجعل لهيبة وتصنع هذا اللهيب. عشان هيك إخوان نقول ما أصبرهم على النار، ماذا سيصبرهم على النار، ماذا سيصبرهم على النار. إحنا إخواني والحمد لله نعلم إنه مهما عشنا في هذه الدنيا سنخرج منها، وإن شاء الله أملنا في الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لن يخزينا في هذا الأمل، إن شاء الله نحن وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. وإن شاء الله إخواني مهما ضاقت فينا هذه الدنيا فهذه الدنيا لحظات وتنتهي، ونعلم الله سبحانه وتعالى بشرنا وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني مهما ضاقت فينا سيأتي الفرج وتنتهي هذه الدنيا، ويطوي سبحانه وتعالى السماوات والأرض وسينهيها، وسنعود لله سبحانه وتعالى ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقتها تبدأ رحمة الله عز وجل فينا. وأملنا في هذه الرحمة إخواني، هذه الرحمة إخواني، يعني مهما اشتد الكرب والغم ومهما أظلمت الدنيا ومهما كانت هذه الدنيا صعبة، إلا أنه إخواني يعني في عنا لحظات نستشعرها في الدنيا ونستشعر فيها عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، فنقول هذه الرحمات نستشعرها ونحن في الدنيا، فما بالكم برحمات الله سبحانه وتعالى في الآخرة، كيف ستكون رحمات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قسم رحمته إلى 100 قسم، خص الدنيا بقسم واحد من الرحمة، وأبقى 99 قسم من رحمته سبحانه وتعالى للآخرة يرحمنا فيها. فعلى عظيم الرحمة اللي احنا بنشعرها في هذه الدنيا نحن الآن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى ليل نهار، إن الله سبحانه وتعالى يا الله اللهم ارحمنا، شو بنقول فإنك بنا راحم، يعني نستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى فينا في أبصارنا وفي أسماعنا وفي قواتنا وفي أبنائنا وفي زوجاتنا وفي مالنا وفي طعامنا وفي مشينا وفي دخولنا وفي خروجنا وفي يومنا وفي ليلتنا وفي منامنا وفي قيامنا، نستشعر رحمات الله. وهذه الرحمات من رحمة واحدة، فما بالكم إخواني لما تجتمع لنا كل رحمات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كم ستكون رحمة الله سبحانه وتعالى فينا. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا ويقول يعني أمتي أمة مرحومة، يعني الرحمات مخصوصة إن شاء الله يوم القيامة بأمة سيدنا محمد. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة. عشان هيك إخواني نحن لا نحزن ولا نخاف في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى هو ربنا، الله سبحانه وتعالى هو الرب مدبر أمرنا سبحانه وتعالى، وهو العزيز الجبار القوي المتعال. من سيكون له القدرة علينا؟ والله سبحانه وتعالى يحمينا. لمن سيكون له علينا كلمة؟ والله سبحانه وتعالى يقول فينا ما يشاء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ربنا مدبر أمرنا سبحانه وتعالى حامينا. فنحن إن شاء الله أملنا في الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا سبحانه وتعالى كما رحمنا في هذه الدنيا، أن يرحمنا الرحمة العظيمة في الجنة. وإن شاء الله إخواني عندما ندخل هذه الجنة سنرى فيها أولا رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا إخواني دائما نقول اللهم سلم سلم، اللهم أحسن ختامنا، نحن بين كفين الرحمن سبحانه وتعالى، قلوبنا بين كفيه، لا نعلم إن فتنا سبحانه وتعالى في الدنيا أو لا، يعني في كل لحظة قد نفتن،
من منا قادر انه هو يعصم نفسه ان جاءته امرأة جميلة وقالت له تعال اعصي الله سبحانه وتعالى معي؟ قد يوز الشيطان ويوافق ويذهب مع هذه الامرأة، فاذا به سبحانه وتعالى يقبض على فراش الزنا. مين فينا يا اخواني قادر انه يقول انا لن اموت على فراش الزنا؟ مين؟ قد يعصم في لحظة من اللحظات، قد يقبض سبحانه وتعالى ويده في الحرام يريد أن يسرق من هذا المال مال غيره. مين فينا يأمن أنه هو ما يقبض سبحانه وتعالى ويده في أموال الناس أو في أعراضها أو في أي مصيبة من مصائب الدنيا الكثيرة اللي الشيطان قاعد لنا فيها في المرصاد حتى أنه يطغيك أنك أنت تقوم فيها؟ عشان هيك في الدنيا أخوان نحن دائما نقول اللهم سلم سلم، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإحسان، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم لا تمتنا ونحن مفتونين بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول سلم سلم. أما إخواني إن دخلنا الجنة أمنا كل الشرور، لأنه يأتي رضا الله حيث لا يسخط علينا بعدها أبدا. يعني في الجنة افعل ما تشاء ما تشاء، لن تخرج من هذه الجنة، خلص هذه من أكبر النعم. فإن دخلنا الجنة إخواني ضمننا رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، يعني لن تتصور ما فيها من نعم. إحنا إخواني في الدنيا حتى تجيب لك كيلو خيار بدك تشقى، حتى أنك تروح تجيب هالكيلو خيار بدك تتعب تعب كثير. اما في الجنه اخواني ان رايت طائر جميل في السماء بيطير، شو بتقول له؟ انا اريدك مشوي، فترى نزل وشوى حاله وقال لك تفضل كلني. هذه نعم الله سبحانه وتعالى ما فيها تعب ولا فيها شقه. شو بدك وشو بخطر على بالك تمنى عند الله. ولهم فيها ما يدعون مش ما يتمنون. يعني الادعاء عادة يستخدم في الدنيا للباطل، انك انت تدعي ان هذا الشيء لك وهو ليس لك. اما في الجنة شو بقول لك؟ ولهم فيها ما يدعون، يعني اطلب اللي بدك اياه حتى لو انك مش مصدق انه لك، اطلبه سيعطيك اياه سبحانه وتعالى. هذه نعم الله سبحانه وتعالى في الجنة. فنعم الله سبحانه وتعالى اخواني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. اطلب وتمنى ما تريد وسيعطيك إياه سبحانه وتعالى. وفيها إخواني يعني إحنا في الدنيا إخواني دائما في هذه الدنيا قوانا تضعف وتخور وأجسادنا تبلى. أما في الجنة على العكس تماما، في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل أسبوع تزداد جمال وتزداد قوة وتزداد حلاوة. يعني نعلم إخواني أنه في الجنة هناك سوق يسمى سوق الجمعة. هذا السوق يخلق فيه سبحانه وتعالى ما جد من النعم، يعني أمور أنت ما كنت شايفها في الدنيا ولا في الآخرة، يعني في ما شفتهاش قبل هاي المرة. بتذهب للسوق وبتودع نسائك والحور العين، شفت لهم أنا بدي أذهب على سوق الجمعة أشوف شو خلق لنا سبحانه وتعالى من نعم جديدة في هذا السوق. وبتذهب تتسوق يعني تأخذ نعم جديدة شغلات جديدة. فتهب على المتسوقين ريح صبا، يعني ريح خفيفة تلفح وجوههم، فيعودوا إلى أهاليهم وقد ازدادوا جمالا. يعني تيجي تقول لك مرتك زوجتك في الجنة، مين أنت؟ أنا ما شفتكش قبل هاي المرة، لأنه ازداد جمالا وازداد قوة وازداد شباب من هذه الريح اللي لفحت وجوه. ففي الجنة في الجنة إخواني يعني الأمور اللي الله سبحانه وتعالى جعلنا إياها عظيمة عظيمة. وأذكركم إخوان إحنا هون في الدنيا، إحنا هون في الدنيا حتى لو الواحد يتزوج يمكن بده يشتغل له 10 سنين يحط اللي قدامه واللي فوقه عشان يجيب العروس. بذكركم إخوان يعني في الدنيا حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام حديث بسيط، كنس المساجد مهور الحور العين. يعني وانت ماشي في المسجد شفت لك ورقة على الأرض، إمتى في المسجد شو بتكون النتيجة؟ أن يزوجك بها سبحانه وتعالى حورية من حور عين الجنة. شوف قديش المهور، مهور الحور العين أن تكنس المساجد. إخوان نكتفي بهذا المقدار، لم يبقى وقت. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت.
تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير وبارك بعمركم إن شاء الله. أحسن الله لكم بارك.